بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. اليوم بتكلم عن الدريل العمودي. الدريل العمودي طبعا مهم في كل ورشة، ولأنه يعني يستخدم في الأعمال المتكررة، واللي عندهم أعمال تتطلب يعني قياسات يعني دقيقة وكذا، الدريل العمودي نفذها. طبعا الدريل العمودي يسوي يعمل التخريم ويعمل الصنفرة، يعني استخداماته كثير ومفيد جدا ومريح ايضا من ناحية العمل وكذا. فيه منع عدة مقاسات وعدة صناعات، يعني تختلف من مكان لمكان في جودتها وفي اسعارها. وطبعا هذا النموذج اللي قدامكم هذا 13 ملي وفي 16 ملي وفي اكبر. ونتكلم عن المقاسات، مقاسات البكرة حقته 16 ملي و 13 ملي و 18 ملي ولا اي قياس. في يوجد منها ايضا من اصغر من كذا، اصغر من هذا 13 ملي، في اصغر منه اللي يستخدمونه للساعات والذهب وبعض المشغولات الصغيرة. يعني أتكلم عن قياس الملي، عن هذه، عن حجم العمود حق الريشة اللي ممكن تستخدمه البكرة أو ممكن تستعمله على البكرة هذه. طبعا كل ما كان أكبر كل ما كان شغله أفضل، يعني مو من ناحية الجودة، يعني من ناحية الإمكانية إنه يعطيك شغل مستمر طويل فترة طويلة، ويعني تستخدمه في سماكات عالية وكذا. هذه من الريش اللي تستخدم فيه هذه للتخريم وهذه للصنفرة، والريش العادية حقت الدريل اللي في هذه وزي هذه تبع الحديد. فيها أيضا ريش التسنين ممكن تسنن فيه، يعني ممكن تستخدمه في أشياء كثيرة حقيقة. والدريل مفيد جدا ومريح جدا من ناحية عملية وكذا. طبعا طريقة عمله بسيطة، ما هي معقدة كثير ولا يعني الأجزاء حقته زي ما أنتم تشوفون. هذه بكرة حقة الدوران، هنا المنطقة حقة العمل اللي هي البكرات حقة السير والسرعات والقوة، محدد لك في المنطقة هذه كل مسار من هذه المسارات حقة السيور محدد لك سرعته وقوته. وطبعا عملية تبديل السرعة وكذا ما هي بآلية، تقدر بواسطة السير تمسك السير وتطلع من مكانه وتركبه في المسار اللي بعده، يعني يعطيك السرعة على حسب الأوبشنز اللي هنا أو على حسب الاختيارات اللي هنا زي ما تبغى، من 1 إلى 5. تنقل السير بس من المسار هذا للمسار هذا، سير قويت السرعة، والمسار اللي تحت سير ضعفت السرعة وهكذا. وطبعا بالنسبة للمواد، يعني يستخدم هو طبعا في الحديد وفي الخشب وفي الألمنيوم وفي البلاستيك، ويعني كافة المواد، وكل نوعية من المواد تتطلب سرعة معينة. ويعني زي مثلا الحديد اللي شفتوه في بداية المقطع هذا، يعني يفترض ان عمل الدريل او سرعة الدريل تكون بطيئة على اساس انه يقدر يخرم الحديد، يعني ما يتطلب له قوة ولا سرعة. يعني من ناحية السرعة، القوة طبعا لازم يكون قوي، لكن السرعة، سرعة الدوران حقة الريشة لازم تصير سرعة خفيفة على أساس إنه يقص لك أو يخرم لك الحديد. مفهوم خاطئ إنه يعني ينحط الدريل على سرعة على أساس إنه يخرم لك الحديد. يفترض إنه على بالعكس، يعني سرعته تقل على أساس إنه يعني يخرم لك الحديد، يا يعني انه يرش زيت او انه ترش مويه على الريشه على اساس انها ما تسخن، واذا سخنت تذوب الريشه. فالافضل انه يرش مويه مع القص ولا زيت، ولا اول شيء يساعد على القص ويسوي تبريد للريشه. الشيء الاخر، عمليه التبديل طبعا تصير بالطريقه هذه، انه تنفك هذه المنطقه حقت هذا الدينامو حقه
فيجي ماطور مش دينمو، يعني مش دينمو على الفحمات، يعني يستخدم في ماطور هذه الكبيرة واللي شغلها أفضل من الدينمو اللي على الفحمات وكذا، تنجر هذه نفس البكرة هذه ويتغير السير، ينسحب من هنا ويتكف ويطلع على المسار اللي بعده، فكذا يعطيك السرعة اللي أنت تبغاها. وطبعا يحتاج للصيانة دائما باستمرار، نظافة السير حقه أحيانا يحتاج تغيير وتعديل. بالنسبة لهذه زيوت مثلا ممكن تساعد على أن السير يكون يعمل بشكل كويس، وهذه بالنسبة لهذه تستخدم للتنظيف حقه. وبنشوف أنا وياكم الآن حاجة من إمكانيات الدريل إيش ممكن يسوي وإيش كيف ممكن تستفيد منه. تبقى شيء آخر هو موضوع البكرة حقته، في نوعين منها، يجي بكرة تنكبس كبس وبكرة تتركب دلوزة، يعني طريقة البرم، يعني طبعا طريقة البرم أفضل من الكبس، هذه ممكن تفك يعني إذا زاد عليها الضغط وكذا، فالأفضل اللي هي طريقة البرم أنها زي تتركب زي الصامولة، هي الأفضل من عملية الكبس. أسعاره تقريبا من يعني فيه الصيني وفيه الإيطالي وفيه فيه الياباني، يعني كثير الشركات المصنعة له، والأفضل طبعا الإيطالي، يعني اللي يعتبره يعني لا على قيمة ولا على جودة. الصيني أيضا بعضه ما فيه، يعني فيه أنواع من الصيني كويسة ورديئة وأسعار تتفاوت. إذا سألتني عن الموضوع إيش الأفضل بالنسبة للورش الخاصة والورش الصغيرة، أنا أقول لك 16 ملي مناسب، هذا مقاس 13 ملي، أنا أخذته على أساس الحجم، يعني الحجم صغير، الورشة عندي هنا ما تتحمل إني أجيب 16 ملي، 16 ملي مع قاعدة ومع واقف يعني على الأرض، ممكن توقف على الأرض مع طاولته، 13 ملي يجي صغير كذا ممكن تنقله لأي مكان، لكن من ناحية العملية 16 ملي يكون أفضل، لأنه يستوعب المقاسات الكبيرة، تقدر تسوي فيه تخريم سمكات عالية مرة يعني، وهذه الفائدة من 16 ملي. فالأفضل يعني إذا كنت صاحب ورشة ما تفرق في السعر، يعني سعر ال 16 ملي و 13 ملي حول بعض، يعني خصوصا في الصيني. الصيني من عيوبه أنه هي يسخن، يعني إذا هذا نوع من الصيني، يعني في أنواع جيدة من الصيني كويسة ممكن تستخدمها في الأعمال طويلة وكذا، لكن يعني إذا تكلمنا عن على أساس السعر يكون سعر معقول وكذا، هذا تقريبا ممكن حوالي 300 ريال، وفيه ال 16 ملي يمكن يفرق عنه 150 ريال تقريبا، وكويس الصيني، يعني يؤدي غرضك اذا عملك انت عمل بسيط، يعني ما هو دائم يعني، وعندك انت اجهزة تجارية وكذا، فهو ممتاز يعني الورش الخاصة يعني.
شكرا على مشاهدة المقطع، وأتمنى أنكم تسجلون إعجابكم أو ملاحظاتكم والاشتراك في القناة، وحياكم الله.